السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاكان. دائما الإخوان فائدة بعنوان فائدة من ذهب. إخوان، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم الصيام والقيام ورمضان مبارك سعيد. نكملوا إن شاء الله الرحمن الرحيم السلسلة اللي غادي الشرح ديالها، ديال شرح قانون تغريد كوبيا اللي هو الكوديو اللي هو 2014. الاخوان الله يجازيكم بخير، باش نعاودوا نذكروا ونفهموا واحد المساله. هذا العبد الضعيف كيشرح القانون التغريد ديال 2014، واي شخص ولا اي استاذ ولا اي انسان كيجتهد باش يشرح اي قانون فالله يعاونه. يشرح قانون بطريقه ديالو هو، او بطريقه ديال واحد الكيان ينتمي ليه، او واحد الهيئه ينتمي ليها، او متفق عليه، الله يعاونهم، ما نزيدهم الا الخير. هذوك هما كيشوفوا المصلحه ديال في كاين المسابقه وفي عده امور، الله يعاونهم. انا كنشرح القانون ديال 2014 واللي كيبان ليا انا بالنسبه ليا منطقي، واللي جا يعني هو مكمل جميع القوانين في الاسبان. الله يرحم الوالدين، الى تبان في خلال الدروس انت كتشوف هذا وهذا وتبان لك شي خلافات، هذا كيقولها بشكل وهذا كيقولها بشكل، فهذيك المساله سولو هو ويعطيك الدليل، هو سولني انا نعطيك الدليل. انا راه ملي كنت ندير الدروس في البدايه ديال الشرح، باقي كاع ما وقع الشرح ديال هاد القانون هذا، كنحط يعني في الجروبات الواتساب، وكنحط لهم الصور ديال القانون، ما كنتكلمش من فراغ، كنحط كل حاجه بالجستيفيكاسيون ديالها. ولهذا الاخوان حقاش كيبقاو كيسالوني انا راه ما كنجاوبش على الخاص، وكنقرا داكشي، لان لو بقيت كنجاوب الاخوان داكشي بزاف، راه حنا هاد الولاعه راه متنفس ديالنا، ما غاديش نديروها هي الاساس، هي الحياه، لا، نتواصلوا معكم نعطيكم داكشي اللي قسم الله عز وجل من اللي عرفنا ليه واجتهدنا فيه، ولكن انتما خصكم تقدروا يعني الوقت ديالنا وكيفاش كنعيشوا مع العائله، وراه عندنا بزاف الاغراض الاخوان. هذا هو اللي كنعاودها الاخوان، كنشرح وكن نوضح كل ما يتعلق بالقانون الاسباني ديال 2014. تبارك الله عليكم. اليوم الاخوان غادي نهضروا، او وصلنا في الشرح اللي السلسله اللي غادي عليها، وصلنا في الاغروده ديال الميسيدا او الميسيداس، ما يسمى عند بعض المواليع يعني في الاسبان بالحداديات، او ما غندخلوش حنا كيفيات هذا التركيبه ديال هاد الحداديه، هاد الميسيداس البعض ينتمونها الى انها جامعه ما بين واحد النوعيه واحد الفصيله ديال لي كاناري مع الحداديات، البعض يقول بانها طريقه الاداء ديالها بالحداديات، ولكن ماشي الحداديات ديال الطبيعه يعني الكامبير. فهاد التركيبه باش تركبت هاد، والطريقه باش كتضرب هاد الميسيدا او الميسيداس كاملين، فكتبقى عند الناس هما اللي عرفوها اللي ركبوها. حنا كنقولوا ونشرحوا داكشي اللي واضح وبين، اما امور اخرى اللي كتبقى كيفاش تركبت جميع التغاليد راه اللي كيعرفوها هما الناس اللي خدموا وداروا هاد الريبيرتوريو ديال هاد التغاليد. فهذا حديث اخر ما غاديش نتكلم فيه، حنا غنشرحوا التغاريد موقف ديالها يعني من المباراه والتحكيم والبلانيه والى اخره، وكيفاش خاص الطير يضربها ويؤديها. هذا هو اللي كاين، اللي كيهمنا حنا هو الودن تصناط، هادشي اللي كاين الاخوان. غادي ندوزو ان شاء الله الرحمن الرحيم لهاد او مجموعه اللي كاينه ديال تغاريد هنا ديال الميسيدا، باش تسمعوها باش تعرفوا بعدا
غير علاش كنتكلموا. هاد لاحظوا الاخوان هنا حقاش سمعوا بعدا باش يعرف الانسان شنو هما هاد لي ميسيداس هادو اللي كنتكلموا عليهم. هما كاينين جوج ديال النوع، يعني الا بغينا نقولوهم يعني بالمسميات ديالهم كنقولوا تيبيلي 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 او تيتيبا تيتيبا تيتيبا، ما يسمى عند المالي عند المغاربه بصيا بصيا بصيا. او كاينين اللي هما بحال هاد اللي داس كيقول لك الله ينسبوها الى لابرويط. كاين مصطلحات اللي دايرين ما بين المالي. فالاخوان هاد اللي ميسيدا كيف قلنا هي كيفيه خاصها تضرب. واش تضرب يعني من ناحيه يعني الاوردن الولاعه، واش تضرب في الاول في الوسط في الاخر، كيفاش خاصها تضرب. يعني جميع التغاريد ما عندهمش واحد المكانه معينه في خاصها كيفاش يضربها الا لا تيرميناسيون. لا تيرميناسيون فعندها بلاصه وحده وغنتكلموا عليها ملي غنجيو ليها فين خاصها تكون. اما التغاريد الاخرى كيف ما ضربها الطير كيتخلص عليها، خاصه عندما كتقيم كل اغرده كتقيم يعني من الناحيه ديال شحال لي غوربي شحال ديال السنات ولا الحبات ولا الدقات اللي ضربهم وكيقيدها ليه الحكم. ولكن بالنسبه كمولوع خاص الميسيدا يعرف فين يحطها. بعد الميسيداس اللي كاينين هنا خاصهم كيجيو في الوسط كيتسرح بهم الطالع الطير ملي كيطلع بهم وكتجيهم على البليبلي والتيرميناسيون اللي كتجي من وراء البليبلي او الميسيدا وكتجي لها بليبليبلي وبيجا بيجا بيجا تي 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 تي. هذا نوع هذا او هذه طريقه. وكاين طريقه اخرى اللي ممكن من الميسيدات تجي في الراس. لا تنسى عاود نسمعوا ونقدروا نقول لكم الميسيدات اللي مزيان يجيو في الراس. هاد الميسيده ديال الاخوان هادي سمعوا هاد الميسيده هادي من هنا ومزيان تاخذوا هادي هي اللي طلع من عليها منها جا هذاك لابير دو بوريكو. هاد الميسيده هادي الى خدمتو من ريبيرتوريو بحال هكا ما غتلقاوش فيها داك المشكل اللي كاين في اللي ولات عند الناس بزاف ضيعه. هادي هي اللي تخاض منها حتى ولا ثقيل وبديك البحه هذاك لابيل ديال الميسيدا. ممكن هذيك تجي في الراس ممكن تجي من وراء البليبلي. نشوفوا وحده اخرى اللي احسن اللي كتعطينا احسن من هذه اللي تجي في الراس. بلاتي تسمعوا هذه تجينا حتى هي فوالا. هذه شوف لاحظوا معايا هذو الاخوان هذه دابا مثلا انت كضرب تيبيلي 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 بلي 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 وكت تكمل الطلق ديالها تيبيلي 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 بلي 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 طاركي حسب كتحس بها مزيان. وكاينين الميسيدات اللي كيجيو بالطلوع والهبوط نفسها بحال الشكل ديال الكامبيادا ما يسمى عند الاسبانيين بجوراندو. جوراندو يعني البكايه، يعني بحال كتضيم الواحد ولا كتبكي بداك الطلوع والهبوط، يعني كتجي مليحه. وكاينين لي ميسيدات الاخوان اللي خاصهم كيجيو غير الوسط اكثريه بحال لابيل اللي كاين في ديال لابيل كلاسيك. بالنسبه للتنقيط الاخوان التنقيط فهو خاصو يضربها الطير في المنفرد يعني بكواترو غولبي يعني باربعه ديال الحبات وكذلك وما فوق وكذلك وسط الاغروده يضربها بثلاثه ديال الحبات وما فوق. بالنسبه للنقطه ديالها الايجابيه داخل البلانيه او القانون فهي تروا بوان في المنفرد تروا بوان. ولا ضربها مع تشيوا كتعطى يعني 4 بوان مع تشيوا، لان بعد الاخوان بعد الحويج سمحوا لي نحبس هذا. بعد الحويج
كيجيو الناس غريب الى ضربهم الطير وجابهم الطير. كاين الامور اللي كيجيبها الطير انت ما درتيهاش ليه وتكلمت على هادشي، يقدر هو يضرب لك تيبيلي 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 تشيو يتخلص. علاش ما يتخلص واخا انت ما غديرهاش، واخا انت كتبان لك شويه راه في الودن هذا، ولا يضرب بولي 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 تشيو. يعني جميع التغاريد الاساسيه اللي كيضربهم الطير بتشيو راه كيتخلص عليهم دائما، كتزادوا ديك النقطه زايده ديال تشيو. المسائل هنا ديال اللي ممكن تكون الاغروده اللي هي سلبيه، الحكم هو اللي عنده صلاحيه باش يشوف هاد لي ميسيده هادي واش هي ميسيده نيت داخله مع التغاريد الكوبيه او هي فيها شيء اللي كيجر الكامبيرو. فهذاك الساعه الحكم عنده مقاييس اللي كيبازي عليها باش في غادي يحطها، واش يحطها في البريمافيرا، واش يحطها يعني شاف الجولبي وشاف نفس الجولبي ديال تيبيلي تيبيلي ولا تيتيبا تيتيبا، ولكن الطير حرفها او جابها بواحد الطريقه اللي كتبان بانها خلويه. فهمتيني؟ واش هنا يعني يحطها في بريمافيرا او ديسكوردانتيس لان الطير ما اداهاش كيف طاطات، هنا كتبقى مساله ديال الحكم وهو عنده الصلاحيه. الاخوان يعني بالنسبه لميسيدا هذا هو الشرح، وكلمه يعني ليميسيدات فيها بزاف هاد ليميسيدات بعد ينسبونها الى الموجه يعني ديال البحر، عارف داك كتشبيه ديك الطلعه والهبطه، البعض يعني كينسبوها ديك خاصها تضرب بالطريقه ديال لابالونسيه ديك ديال الدراري الصغار اللي كديك الزعلوله، وكله كيفاش يعني كيجيب الشرح والتشبيه. هذا هو ماشي هذا هو المقصود ديال المسائل، المقصود هو الحروف تيتيبا 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 وتيبيلي تيبيلي تيبيلي. مزيان تكونوا تهضروا بهذه المصطلحات ديال التغاريد الكوبيه. والاخوان بالنسبه يعني كاينه واحد لافاميه اللي كتنتمي ليها اللي هي الفانتازيه، ما غنهضروش عليها اليوم، غادي نخليوها حتى الحلقه ان شاء الله بوحدها، لان الفانتازيه فيها كلام كثير وفيها بزاف الحوايج كاين ما يدار باش نفسروها ان شاء الله بوضوح. كان هذا يعني درس حول الميسيدا، وتبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم، وتحياتي للجميع. تبارك الله عليكم.